استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه في قصر اليمامة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالعراق الدكتور صلاح نوري خلف. جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون خاصة في المجالات الرقابية. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى ووزير الخارجية عادل الجبير ورئيس ديوان المراقبة العامة دكتور حسام العنقري.